أهلا بكم إلى أخبار تونس، والبداية بتنظيم وقفة احتجاجية أمام المحكمة الابتدائية في العاصمة تونس اليوم بالتزامن مع انطلاق المرافعات في محاكمة المتهمين باغتيال المحامي والسياسي شكري بالعيد بعد 11 عاما من مقتله أمام منزله رميا بالرصاص في 6 فيفري 2013. دعا الاتحاد العام التونسي للشغل أعوان الوظيفة العمومية والقطاع العام إلى تجمع عمالي يوم السبت 2 مارس القادم بساحة القصبة في العاصمة، وذلك احتجاجا على ما اعتبره تعطلا للحوار الاجتماعي وضربا للحق النقابي وفق بيان صادر عنها. تسجل المناطق المزودة من منظومة مياه الشمال بولايات نابل والسوسة والمنستير والمهدية وصفاقس اضطرابات في توزيع الماء الصالح للشرب من 8 إلى 19 فيفري 2024 وفق ما أعلنت عنه الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه. أعلن وزير تكنولوجيات الاتصال نزار بن ناجي عن الإطلاق التجريبي لتطبيقة الهوية الرقمية الذكية الجديدة التي ستسمح للمواطنين داخل حدود الوطن وخارجها بالحصول على الخدمات المدرجة ببوابة المواطنة. تواجه لاعبة التنس أنس جابر المصنفة 6 عالميا البريطانية إيما رادوكانو المصنفة 296 عالميا غدا الأربعاء 7 فيفري 2024 في الدور الثمن النهائي لبطولة أبو ظبي ذات 500 نقطة. نهاية النشرة وإلى اللقاء.